سوريا تتعافى لنبني مجتمعا معافى، شعار رفعته أيام صحة دمشق العلمية ليكون أكبر حدث علمي افتتح على أعرق خشبة صرح ثقافي، وذلك في دار الأوبرا بدمشق. أيام علمية تضم أكثر من 100 محاضرة وجلسة علمية موزعة على 8 مستشفيات، في مواكبة لمسار التطوير العلمي الذي يأتي ضمن مسار العمل الخدمي المقدم للمواطنين. الحقيقة السنة بنلاحظ التنوع الكبير وبالعناوين وبالمواضيع المطروحة خلال هذا الأيام، يعني امتداد 4 أيام من أيام العلم، أيام أسبوع العلم أو أيام العلمية بنسموها في صحة دمشق، بنلاحظ أنه هناك الكثير من العناوين، الكثير من المواضيع التخصصية في كافة المجالات، لم يتم إخفال أي اختصاص من اختصاصات الطب اللي هي بتهم الطبيب الممارس في عيادته وفي مشفى. بهذا المؤتمر نثبت بأن سوريا انتصرت على ما أرادوا بسوريا أن تنحدر إلى التخلف وجاهليتهم أيضا، هذا الذي نحن أردنا أن نثبته خلال هذه المؤتمرات كافة. أي مؤتمر علمي هو انتصار لسوريا، هو انتصار لجيشنا الباسل، هو انتصار لعلومنا بأن سوريا لا تزال هي مشعل العلم ونبراس الحضارة إن شاء الله. نحن بيهمنا دائما أنه يكون في اجتماع لأطباء مدينة دمشق حتى يتناقشوا بمختلف الأمور الطبية والعلمية، الحديث في الطب، الجديد في الطب، في العمل الجراحي، المهارات المكتسبة من خلال العمل بالمشافي أو بالمراكز الصحية. تأتي أيام صحة دمشق العلمية بهدف تحقيق الأمن الصحي وانسجاما مع وزارة الصحة في جهود كثيفة تنسجم مع تطوير الرعاية الصحية ضمن مسيرة نحو دعم التطور الخدمي ومواكبة التطور العلمي.